لا حول ولا قوة إلا بالله. أباكم بلي هذه الجثة قدام هي تتحرك خاوتي. أنا نحير فيهم كيفاش الإبن يقدر يشوف باباه والله الماء والله أختو والله أخوه قدامه هكا وهو اللي شعل النار في الجسم تاعو. لا حول ولا قوة إلا بالله. في فيديو اليوم راح تاخذنا رحلتنا إلى مكان يمزج ما بين الموت والحياة بطريقة غريبة. يعتبر المكان المقدس بالنسبة للهندوس. لما كنت في الهند سبقت وتواجدت في فاراناسي أو مدينة الموت، حيث تعرفت على عادات وتقاليد حرق الموت عند الهندوس. اليوم متواجدين في نيبال وصادفت هنا وجود مكان لحرق الموت أيضا. الحاجة الغريبة التي ما تفاجئني يعتبر هذا المكان سياحي بامتياز، حيث راح تشوف الابن يحرق الاب والام تاعو، وفي الجهة المقابلة تلقى احتفالات غريبة، السياح يلتقطون صور، اولاد يلعبون في وسط النار ليرموا فيه الجثث ورماد الجثث. جماعة الخير، أنا متواجدين في معبد باتشوباتي واللي حرقوا جثث الأموات لنا. الحاجة الغريبة أنه هذا الموقع يعتبر من مواقع التراث العالمي لليونسكو. كما راكم تشوفوا هنا جثة مورايا تحرق. يلا بينا نشوف تجربة في هذا المعبد. هلي كاينة لازم تمشي هكذا علاش بافات. واو الريحة، الريحة قاسعة. طلعنا فوق السطح باش نشوفوا عملية الحرق كيفاش راهم يحرقوا هنا. مشهد ما ننصحش به للقلوب الضعيفة، مشهد لي بزاف صعب. ما نقدرش نحكي لكم الشعور اللي هنا كيفاش جايكم جثث يتحرقوا قدامك. كما شفنا مقبل في فيديو فاراناسي كيفاش يحرقوا الجثة الهندوسية، يعني يجيبوا الجثة بعد ما يكونوا غسلوها في الواد، يهبطوا يغسلوها في الواد ثم يحطوها ويديروا لها واحد الزيوت، هذه الزيوت باش تساعد على الاحتراق، حطوا فوقها الخشب. بعد يجي الاخ الاكبر ولا الابن الاكبر بعد ما يكون حفف شعره يشعل النار، ومدة الحرق تدوم 3 ساعات بالنسبة للرجل وربع ساعات بالنسبة للمرأة، وهذا رجاء أنه جسم المرأة فيها الكثير من السوائل، هذا علاش تبطل الجثة تاعها باش تتحرق. بعد يجي شخص يكسر الجمجمه تاع الجثة، وهذا معناتها أنه سيبون راهو طلع للنيرفانا. بعد كل شيء يرموا الرماد تاع هذيك الجثة في النار. جم أمام راح ندخل قدام الواد. باري باتر كم تشوفوا ذي صغارهم يلعبوا قدام هذا الواد. ينحر فيهم يرموا الجثث في لهنا والرماد تاع البشر اللي يموتوا لهنا، وتلقى ذي صغار يلعب. يا حبيبي شو شو الو ماماستي وات از ذات وات از ذات وات يور نيم. شو راهم يلعبوا في الواد لهنا، الماء هذا الماء من الواد. Namaste. How are you? Take picture with me. شوف خوتي دري صغير يلعبوا قدام هذا الواد اللي يعتبر من أقدر الوديان في العالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. على بالك الله يغيظني الحال حالتهم. الله يعرف تحمد ربي صباح وشيا أنه إسلام كاين. الحاجة اللي لفتت لي انتباهي وجود صادو أو رجل دين بكثرة في المعبد. جاني الفضول باش نروح نتكلم معاهم. المشكل اللي لقيته هو اللغة، لأنهم لا يتكلمون الإنجليزية وعندهم لغة خاصة، هذا صعب عليا باش نتعرف عليهم. نيرباني ناغا. You speak English, no English? India. I have been to India. Varanasi. Yeah. Yeah, Varanasi. Yeah, Varanasi. That's a mergard, it's lagard. You pato pati. Scientist Barsa. And what is this? Kabuti Pasa. Pasa. Kima rakum chukum? Taramad al-mouti biyam fi pata.
بابو خايد مالي. وهنا تقدر تلقى الكثير من الصادو او رجال بالنسبة للديانة الهندوسية، تلقاهم يمدوا البركة للناس وما يخدموا، ما يتزوجوا، ما يملكوا حتى حاجة، يقضوا حياتهم فقط للعبادة وتدخين الحشيش. وعلاش يدخنوا الحشيش؟ باش يبقوا على اتصال بالإله تاعهم شيفا، يعني باعتقادهم هما، يعني ما كاش منها حاجة بينا. ولكن باش نعطيكم معلومات على الصادو كما كنا شفنا من قبل الاغوريين في فارناسي، الاختلاف بيناتهم لا اعرف ياكلون لحم البشر كما الاغوريين ولا لا، هذه الحاجة اللي مزام على باش بها، اللي عنده معلومات يخلينا في التعليقات. اعتبروا الصادو انهم ما يتحرقوش، لا من الناس اللي ما يتحرقوش ويترموا ديريكتومون في الواد كيموتوا. جابوا جثة الان، حبيت نقول لكم هذه الجهة اللي مورايا هي مكان حرق الأغنياء، والجهة المقابلة اللي من هنا مكان حرق الفقراء. يعني بالنسبة للهندوس حتى والموت حتى والحرق عندهم طبقية، يعني على حساب دراهمك، إذا عندك دراهم تقدر تتحرق من جهة المعبد الرئيسي، وإذا ما عندكش دراهم تتحرق مع البقية من الجهة المقابلة. يعني حاجة بزاف بزاف غريبة تقدر تشوفها لهنا. كما راكم تشوفوا أنا في وسط المعبد من هنا، هذا هو المعبد الرئيسي اللي كنت نحكي لكم عليه، معبد شيفا. وشوفوا الولد، لا حول ولا قوة. Hello, how are you? What is this? Necklace. Oh, necklace. How much for the one? You want this one? 200 rupees. كسب حدا ذي جاية. 200. Oh, okay. Thank you. 100. No, والآن خلينا نتكلموا على سبب الحرق اللي هنا بالنسبة للهندوس. الهندوس يأمنوا أنهم كيموتوا ولا كيتحرقوا أنهم ما يروحوش الجنة ولا النار، أنهم يروحوا للنيرفانا. النيرفانا هي عبارة عن انتهاء دورة الحياة والموت، يعني الانبعاث من جديد، يعني يعودوا يتبعثوا من جديد، يعودوا يتولدوا من جديد. ولكن شي شرط أنه يتولدوا على شكل إنسان، قادر على شكل نبات، قادر على شكل حيوان. إذا كان الأعمال تلهم صالحة يروحوا إنسان ذات مقام عالي ولا إنسان مترفع، ولا قادر ما يتبعثش، هذه درجة الأخرى كامل زعما بالنسبة للجنة، الجنة تاعهم يروح من الوجود سيبو. ولكن إذا كان أعمال تاعهم شي صالحة وكان إنسان سيء كما كان عايش، قادر يولي حيوان، قادر يكون نبتة، قادر يكون حشرة، قادر يكون أي حاجة ماشي مليحة. يا حبيبي هذا وين راح تجوز في وسطنا؟ كما راكم تشوفوا أنهم يحرقوا، هذا هو الواد اللي يرموا فيه الرمى تاع الجثة كي تتحرق كل شيء، وكابل حتى الجثة ديريكتومون ما يحرقوهاش. وهذا الواد يصب في فارناسي، في واد فارناسي سبقنا ورحنا زرناه في الهند. راكم تشوفوا حجم القذارة اللي فيه، تلقى دراري صغار يلعبوا، تلقى الناس تتعاون فيه. الديانة الهندوسية يأمنوا بتعدد الآلهة، يعتقدوا عندهم 33 مليون إله، وكل إله عنده قوة خاصة ولا قدرة خاصة. وهذا وش اكتشفت لما كنت في الهند، يعني كل قرية ولا كل مدينة عندها إله خاص وعندهم طقوس خاصة باش يعبدوا هذاك الإله. هذه الحاجة الغريبة اللي شفتها لحد الآن. هذا المعبد اللي رانا فيه الآن، يعني متواجدين فيه الآن، هو معبد شيفا. يعني الإنسان لما يشعر بالمرض بالنسبة للهندوسيين والله راه يحس بالموت، يجي لهنا ويستنى الموت. الهندوسيين يقوموا بإحراق الجثة لأنهم بيعتقدوا أن الإنسان يتكون من 5 مكونات رئيسية، وهي السماء والأرض والنار والماء والهواء. هذا علاش يحرقوا الجثة؟ باعتقادهم أن لما يحرقوا الجثة كل مكون يرجع للبلاستو، يروح في النار، يروح بالنار، يروح بالهواء، يعني كل مكون يرجع لمكانه. الحمد لله على نعمة الإسلام دائما وأبدا. وصلنا لهذا المكان الغريب، على حسب ما أظن هذا المكان تاع الصادو وين يعيشوا الصادو هنا، الصادو I think. كما راكم تشوفوا دايرين هذا الفاس تاعهم، هيك العظمية كما راكم تشوفوا هنا، لي كادر هنا وين تحط الدراهم، دايرين تماثيل لهنا. شوفوا المنازل تاعهم، يدخلوا من التاقة، شو الباب شحال صغير، موبيل قليل هنا. هنا شوف صار تعب، شو بري بري يا رامين رام 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 يا رام نو اي دونت نو رام لاتشمان رام از رام از جاد رام از جاد اند ايفري سنداي از ذا بري. خلينا نحكوا على واحد العادات والتقاليد كانت تصرى من قبل، دركا ما ولاش تصرى لهنا في المدن الكبار، ولكن بعض القرى لما الزوج يموت عباكم بلي الزوجة تاعو لازم تتحرق معاه،
نعم، حتى وتكون الزوجة ماهيش حابة تحرق يرغموها بأنه لازم تتحرق بالزوج تاعها، باعتقادهم أن الزوجة لما يموت الزوج تاعها ما عندها حتى فايدة، ما يبقى عندها حتى فايدة. بالكم بلي راني قاعد ونشوف كيفاش راهم يحرقوا الجثث. هذا الشيء خلينا، مش غير يخليني، خلينا كامل نحمد ربي صباح وعشية ملايين المرات على نعمة الإسلام. عبالكم نحسهم باللي عايشين في واحد الجهل بزاف بزاف، كيفاش يعتقدوا نهر بسيط واد بسيط انه النهر مقدس لازم يموتوا قدام هذا، لازم يتحرقوا مش لازم يموتوا. حاجة بزاف بزاف صعبة، حاجة اللي تزيد تفاجأك اكثر انهم يعبدوا اصنام هما يصنعوهم. يعني الحمد لله على نعمة الاسلام. وفي وقت الغروب يقوم الحضور بتجهيز لإقامة احتفالات دينية من اجل آلهتهم، ومن جهة المقابلة راح تشوف الناس تحترق وكأن الأموات ضيوف شرف في هذا الاحتفال. مشاهد تصدمك، لأننا كمسلمين إكرام الميت دفنه، ولا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، هكذا علمنا ديننا الحنيف. الحمد لله على نعمة الإسلام دائما وأبدا.